على موقع سفاكسين فونيت سيمون سفاكسين من الجلسة العامة للسوسيوس ونشوفوا الهيئة المديرة تحضرت اللي تمثل في شخصك في سيد لطفي عبد النظر. فما التكامل الكبير بين هيكل سوسيوس وهيئة نادي السفاكس بيعت الحال. هو سوسيوس هي خارجة من الفرع من الجذع اللي هو نادي السفاكس. الهيكل هذا أحدث لمؤازرة الفريق في كل الأنشطة متاعه، وخاصة بالنسبة حسب القانون الأساسي للسوسيوس هو في البنية الأساسية خاصة. إن شاء الله نراه الهيكل هذا يتطور من يوم إلى آخر، إن شاء الله يكثروا لزادرة. ويا نادي صفاقس هي المبادرة في تونس لإحداث الهيكل هذا، إن شاء الله يكون عنده في المستقبل أكثر مردودية على مع النادي الرياضي الصفاقسي ككل. وكما قلنا إن شاء الله لزاديران والمشتركين يكون العدد في السنوات القادمة دوبل وتريبل وبركوبا الكوادريبل. نسمى هذا بالشواسي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات. قبل كل شيء مست قلنا كيفاش مش تتم العملية، يعني على عين المكان لهنا او تويك احنا نستقبلوا الخاين اللي مش يصوتوا الناخبين باش يدخلوا من الباب الرئيسي، يقع تسجيل الحضور نتاعهم، تسويت الوضعيه، نظر في شكون عضو ناشط او غير عضو ناشط، وتثبت في حقهم في ممارسه الانتخاب. بعد كده مش يمروا لهنا يقع التصويت نتاعهم. هذا الصندوق بتاع انتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات، وبعدين نجمع الأوراق الكلية نمر لعملية الفرز. سفاكسينبونيت سلاح دين الزحاف الجلسة العامة الدورية للسوسيوس، برشا تحضيرات برشا خدمة، حاجة باية للسوسيوس السياسيس وللنادي السفاقس. ديما من قديم الزمان جلسات العامة في النادي السفاقسي ولا في السوسيوس تكون متميزة. اليوم إن شاء الله تكون جلسة كما العادة وتكون متميزة في جدول الأعمال. ثم النظر في التقرير الأدبي والمالي، تم انتخاب 4 أعضاء كما كل عام لتكوين المكتب الجديد للهيئة، وبعد ذلك عندنا معناها الاحتفال بالسوسيوس رقم 5000. إن شاء الله تعدى شوية على الكيف. باش نحكيو سلاح، يعني فما تكامل بين هيكل السوسيوس وهيئة نادي صفاقس عكس البعض في الفترة الأخيرة، صار بعض التوتر اللي كنا نشوفوا الهيئة المديرة حاضرة في اجتماع. ممكن هذا ماشي يزيد ماشي يعطي قرب العلاقات وجهة نظر بين السوسيوس وهيئة نادي صفاقس؟ لا، ربما في أذهان البعض ما العلاقة بين الهيئة المديرة والسوسيوس عمرها ولا كانت متعكرة، بالعكس الكل هياكل في النادي الرياضي الصفاقسي كما اللجنة العليا للدعم كما الهيئة المديرة كما هيئة الحباك كما السوسيوس، والهياكل الكل تخدم بصفة متكاملة ومتناغمة. وطبيعي جدا أن الهيئة المديرة بكافة أعضائها، هيئة الدعم، اللاعبين القدامى ومنخرطي السوسيوس يكونوا اليوم في الاجتماع هذايا، وحاجة طبيعية وحاجة باهية. ويبين من الأخرى أن السوسيوس هي من شأنها أنها تلم العائلة الموسعة للنادي الرياضي الصفاقسي. شك دائما وابدا، يعني القدماء هذوك دائما وابدا خليهم فوق راسنا، لكن المهم هو اليوم الشباب هذا اللي موجود بكفافة اليوم، وهذا يبين اللي يكونوا يعني سياسات دائما وابدا هي جمعية شعبية قبل كل شيء، فهمت؟ ولها مستقبل لأن الشباب حارس عليها وهو اللي مشيخ والمشعل على القريب، فهمت؟ وهذا هو اللي يخلينا مطمئنين في مخص مستقبل النادي الرياضي صفاقس.
لكلاسيكو رحلة كاملة حاجة اكسبسيونال. تحية للسوسيوس لكل المحبين الحالين معنا سيسلام تسلم كتيرا عارف معنا سيسلام خويا قبل كل شيء مبروك عليك الكلاسيكو مش تمشي له ان شاء الله. عايشك ميرسي عايشك. كان تقول لنا وخاطر وقت صارت عمليه القرعه انت ماكش لنا كيفاش هيك الاخبار بالضبط يعني؟ والله انا قاعد نحضر في روحي طالع لتونس طالع الماتش يجيني تليفون يقول لي راك ربحت في السوسيوس الحمد لله معناتها. يعني انت كنت ماشي الرادس القرعه ان شاء الله ماشي للكلاسيكو. لا توالي ماشي الرادس ماشي كلاسيكو ان شاء الله. لازم تقول للعباد يعني افونتاج كبيره واحد يمشي كلاسيكو ممكن الفرصه تكون عند حد اخر كما جاتك اليوم ليلك. وي سي افونتاج كبيره بيان سور وسيرتو نشجع الناس الكل باش تنخرط في السوسيوس وباش تعاون الجمعيه اكثر حاجه هذه تهمنا الصفاقسيه الكل. تو مش نحكيو شكون اللي دخلك السوسيوس خاطر عنده فضل كبير وكبير برشا بما انك مستوش الكلاسيك. والله مش عليك مشيت ناخذ في الابونمون الجمعه الفايتة من اللوكال مشى معايا واحد زميلي معناتها طبيب كيفي قال لي علاش ما تدخلش معنا في سوسيوس؟ قلت له بوركوا با دخلت في سوسيوس والحمد لله اليوم جات القرعه وطلعت انا في القرعه والحمد لله يا ربي. ما على بالكش انه فما كلاسيكو نتاع 5000 وقت دخلت سوسيوس باش يكونوا؟ لا ما دخلتش على خاطر كلاسيكو بالعكس دخلت على خاطر الجمعيه انا ما دخلتش حاجه توجور نشجع الجمعيه انا ما. اسمه بعض عيشكم السيد سامي المزغني 135 صوت السيد حسين كانون 62 صوت السيد محمد أمين صحنون 18 صوت السيد أحمد دنيف 12 صوت السيد عمر شطرون 154 صوت السيد سيمو كربوري 59 صوت السيد محمد الهادي لجني 46 صوت السيد معز عبد الهادي 40 صوت والسيد سامي بن عايد 63 صوت والسيد عمر بوزيد 49 صوت وبالتالي ترتيب المترشحين حسب الاصوات اللي تحصل عليها اولا السيد عمر شكروم ثانيا السيد سامي المزغني ثالثا السيد محمد عيد الحميدي ورابعا السيد سامي بن عايد. يسي تجاور الحلواني العضو السابق نجم نقوله في السوسيوس ثلاث سنين ما زلت تفكر منهم يعني. ثلاث سنين برشا حاجات باهيين عملنا في السوسيوس الحمد لله. انا دخلت للسوسيوس معناها فما ناس خدمت باش عملت الكونسيبت هذا السوسيوس اللي الناس كل تعرفه واللي موجود في افريقيا وفي العالم العربي موجود كان في السي اس اس اللي هي حاجه كبيره. دخلت في اول بيرو الو في 2012 عدينا ثلاث سنين واحنا في السوسيوس كل عام عندنا اربعه يدخلوا واربعه يخرجوا والاربعه اللي يخرجوا هما الاربعه القدم. دونك انا عملت ثلاث سنين المندام تاع ثلاث سنين توا باش نخرج. عدينا ايامات باهين بون فما ايامات خايبين اما ديما الباهي برشا خير برشا. حاولنا نعملوا برشا دي بروجي حاولنا ندخلوا برشا دي مومبر للسوسيوس الحمد لله. ولامس اخر بريليفمون فيها 40 مليون نت الحمد لله معناها
في 2012 كنا 1500 ولا 1800 في السوسيوس، توا ولينا 5000 الحمد لله. معنا ان شاء الله خدمنا خدمه، واللي يجيو بعدنا ان شاء الله متاكد باش يكونوا خير منا وباش يعملوا خدمه ما اكبر. سي عمر شقرون، قبل كل شيء مبروك يفوزك اليوم في الانتخابات السوسيوس. بارك الله فيك، عايشك ان شاء الله نكون عند حسن الثقه تاع العباد اللي انتخبتني واختارتني، وان شاء الله نخدموا مع بعضنا العباد الكل كسوسوا اللي طلعوا للبيرو واللي ما طلعوش، كنا وخيين مع بعضنا، كنا باش نكملوا نخدموا مع بعضنا وان شاء الله بالتوفيق. جو ليفينمون الجلسه العامه ككل، ال 5000 اللي مشى الكلاسيكو، الجو العام والله فكره ياسر حلوه، انه خرجنا من اللوكال معناها جو شفتوا كيفاش محلى تري بون امبيونس، الانتخابات صارت بطريقه شفافه، العباد كل شافت معناها يعطيها الصحه اللجنه المستقله للانتخابات قامت بالخدمه نتاعها، الاداره يعطيها الصحه، العباد اللي خدمت والكوميسيون اللي خدمت على ليفينمون كلهم يعطيهم الصحه، مش الحمد لله معناها ليفينمون ناجح وان شاء الله تكون الروتو بي ميدياتيك نتاعو معنا على في المستوى. مرحبا بكم اسفكسيون بون نت. والله قبل كل شيء نحب نشكر كل واحد صوت لي وما صوت ليش كيف كيف، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع. حاولنا باش نقنعوا العباد بالبرنامج بون، جو سوي ان ريبريزونطون كوميرسيال ابري تو، عندي ليسبري كوميرسيال. ان شاء الله البوان الاولى اللي باش نحاولوا نخدموا عليها هي اكثر عدد ممكن من السوسيوس، نحبوا نراو رواحنا 100000 و200000 ان شاء الله باش سي سي ما عادش يقف على حتى حد. عندي من البرامج نتاعي معناتها اعاده هيكلة سي سي اس اس ا بما فيها سي سي ستور وما الى ذلك، عندي برشا برامج سيرتو في كيت جيبان منخرطين جدد معناتها في السوسيوس، كيما الشراكه مع الاكاديميه، كيما شراكه مع الجامعات معناتها نعملوا ممثلين للسوسيوس في الجامعات ان شاء الله. كيما سوسيوس ايفنت زاد تعمل لنا المسرحيات، تجم تعمل لنا المسرحيات وتعمل لنا الحفلات وكل نجمو ندخلوا منها برشا فلوس. المشاريع بوه توا مانيش نستحضرها برشا اللي قدمتها، اما ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا باش نوصلوا ننفذوا شويه منها مع المكتب التنفيذي بيان سور، خاطر القرارات الكل تتاخذ في وسط المكتب التنفيذي.